رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد عباد الله، هل طابت أنفسكم لتقوى الله سبحانه وتعالى؟ هل حققنا التقوى لله سبحانه وتعالى؟ فهي الغاية من الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى غفر الله عز وجل ذنوبه. معاشر المسلمين، إن من الناس أناسا يدعون محبة الله سبحانه وتعالى، وهم أبعد الناس عن محبة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، إن أموالكم وأزواجكم عدو لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فمن علامات محبة الله عز وجل عباد الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن الناس من يعصي الله ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو القائل جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من أطاع النبي فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم أيها الصائمون بهذا اليوم العظيم، يوم الجائزة. هذا يوم الجائزة، وهذا يوم عيد الفطر المبارك، حق لنا أن نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأوصيكم عباد الله بصلة الرحم، صلوا أرحامكم في العيد، فإن الرحم معلقة بالعرش. الله سبحانه وتعالى لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ اعتصموا بالله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعم عباد الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر حتى عزمت فتوكل على الله. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة والمواظبة على الصيام بعد رمضان. من صام رمضان ثم أتبعه بست
من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولا تنقطع عباد الله عن كتاب الله عز وجل، وهو حبل الله المتين. من تمسك به نجي ونجي وعوفي وكوفي في هذا الوقت الذي ضيعنا فيه كتاب الله عز وجل، تلوناه بالليل وبالنهار. فلا تنقطعوا عن هذا الكتاب الذي بين أيديكم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم